ستين شحال نتسنى الى 60 دقيقه 60 دقيقه يعني ما يمكنش. دابا كنفكر واش نتسنى عاونوني واش نتسنى ولا نمشي شي بلاصه اخرى. الا مشيت لبلاصه اخرى عاوتاني نتسنى نساء. دخلت الرواق ديال الجامع تلاقيت مع الصديق عثمان كيجاك الرواق ديال الجامع خيال تاري عشنا واحد الاكسبيريونس خياليه. انا دابا نوري عليكم ستوري تنمونطيهم لان داكشي كثير نمونطيهم نحاول ندير مع اقل وزن. مازال كنمونطي في اللعيبه ديال الجابون ولكن بنوريكم واحد اللعيبه لعيبه حمراء طرح حمراء كنحس بها كتبومبا توشيتها كتجي كواتشو بيس ديال الجري بيس ديال الجري. جينا القهوه هذه خدينا القهوه ديالنا هي هذه كتجي هنا كتلقى هاد العلامه هادي في هاد التليفون تحط فيها التليفون ها هو تيتشارج خدام تيتشارج. صبت الحوايج ديالي كنمونطي اللعيبه ديال الجابون حيت طويله بزاف ولكن تعيشوا معايا اللحظه مازال كنمونطي فيها تايلاند ازاي هنا هي ودابا انا غادي نمشي لواحد واحد الرواق خطير اللي هو موبيليتي هو هذاك كنت غنمشي ليه البارح ولكن تيعودوا عليه باللي واعر عرفتي شوف فيه اكبر اسانسور في العالم مع اكبر لعيبه والامارات قالوا لنا ما كتعرفوا غندخلوا لاكبر اكبر مصعد في العالم هذا اسانسور كبير اكبر مصعد كل واحد كيجلس في بلاصه انجلس فيها هذه هذه بغداد صورينا لك كامله قديمه كي كانت شكي كانت وهذا الكندي الكندي كيتعتبر من اهم الفلاسفه العرب كيتعتبر هو في تلميذ فارابي على حسب ما بقيت عاقل في المخطوطات ديالته كبير وشخصيه قويه عند عرب تدخل هنا هاكا تدخل تيبانوا لك هاد ثلاثه شخصيات تماثيل كبار. اول شخصيه عندنا هو ابو عبيد البكري هاد الشخصيات بثلاثه رحاله عرب قدام. ثاني شخصيه ابو عبد الله محمد بن بطوطه ها هو شو التمثال ديالو طنجاوي ولا طنجه الدراري ديال طنجه بخروا ولد بلادكم هو هذا ها هو الطنجاوي بن بطوطه ها دا التمثال ديالو. الشخصيه هي احمد بن ماجد اعتقد كان بحار هو هذا شو 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 لي ديتاي اللي داروا ليه لي ديتاي اللي داروا ليه وكيبقى الوسط حاطين الخريطه العالم مع بنو بطوطه كبروا به الطنجاوي هو اكبر رحاله فيهم. هاد الشاشه خاويه الشكل اللي درتي في يدك غنديرو بحال هكا تيعطيك برج ديالي اختار عليك شي برج كين ديال بصح انا ندير هذا عاوتاني امريكان تيكون كانت واحد الكره في السماء هادي قالت لها ما تعرفي والو هادي قالت لها عاودوا لك من الاول واو 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 شفتها 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 غنشوف الكاميرا غادي تبان كيعجبهم هادشي الفضاء هاي مركبة الفضاء حقيقة ما تعرف شي نهار شي مغربي يطلع هنا وممكن دري صغير يطلع يكبر يولي هنا سوغان سهلة هذه مدينة المستقبل واش هو كيدير يقدر يبان لكم هادشي دابا غير صفيف ولكن راه الحاضر ديالنا اللي عايشينو دابا كان كيبان لنا في الماضي بحال ما الماضي ديالنا كيبان لينا الحاضر اللي عشنا فيه دابا بحال هذا الشكل كيف ما كنشوفوا دابا حنا مصابين فممكن بزاف شوف كيفاش هذه هي مدينة المستقبل اللي غتكون واو على منظر منظر شاعري الجناح ديال الموبيليتي ودا ياسر. سوري. مرحبا.
شكرا سي الله حدك الله حدك شكرا. غادي نشوف حالاتنا عينا بلي ديال باكستان قلنا ندخلوا نشوف بلي الشكل ديالو زوين ندخلوا نشوفوا باكستان شنو يلا زي واش كاين زوين كيعجبني انا شي زوين الحجر هادشي منقوش بالحجر اكثر الحضارات اللي كيعجبونا هنا الحضاره الايرانيه ايران نشوف الرواق ديالها قتلني في ايران والله هادشي هادشي شي الحضاره هي هادشي شكل شكل شاد ليلات شادي كيدير هادي الزربيه هادي من السلك ماتريال السلك اللي هو الحرير حرير شو كيدير شو كيدير شو كيدير شحال ديال لي ديطاي شحال ديال لي ديطاي واش عرفتوا شحال دايره هادي مصوبه بالليل 100,000 اورو 100 كيوريك كيفاش هاي كيفاش كيصاوبوها هو اللي لاحظت الزغبه عندهم رقيقه وهذه كتكون خفيفه شوف شوف كتبها كاتبين كتبها بها كتبها قطاي قمه الكبير وكتكون زرب بلاد ديال ايران دازت اقدم حضاره عرفتها البشريه هاد اشوريين اول وحدين غادي يكتبوا اول حاجه تكتبت في الارض هي هادشي شي يا صاحبي شي يا امي وابا والله اكبر شي هذا هنا البرج خليفه تلاقيت مع الدراري خدامين هنا مراد ايوب عبد الحق وقالوا لي باللي راه غيطلعوني حتى الفوق شحال كاين من طاج 163 طاج شحال الوقت باش نطلع 30 سكند